حبيباتي الغاليات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير، تكونوا بصحه جيده، وانتم تشاهدوا في هذا لا فيديو. كما راكم تشوفوا حبيباتي، اليوم رانا مع الفوج الثاني والجزء الثاني من الورشه اللي كنت وعدتكم وقلت لكم نحطها لكم التحضيرات نتاع يوم السبت. هنا كما راكم تشوفوا حبيباتي، نحييكم كاملين المتربسه تاعي وخاصه الشوشو نتاع الورشه اللي هي شيف شولانا اصغر متربسه، ويعطيها الصحه فريمون سيجيو قافزه والسعد اللي داها، ربي يحفظها ويبارك لها في دوك اليدين. ونحيي اخواتي كاملين اللي راهم حاضرين معنا هنا، من الكبيره حتى للصغيره، حتى الشوشو تاعنا اللي هي جولانا. نحيي اختي ام هناء، نحيي زينب، وفاء، ايمان، ام ريان، وحبيبتي متربسه نسيت اسمها من بوخ نافيس، نحييها من هذا المنبر ونحييهم كامل، يعطيهم الصحه كانوا في القمه. انا كما تشوفوا حبوباتي غادي نديروا واحد الوصفه نتاع العرايش وتشارك بالكلاصاج والكحكه. هذه الوصفه جديده وحصريه على قناتي اللي عجينه جديده بزاف شابه بزاف بنينه وخرجت لنا كميه ما شاء الله. هنا بالنسبه للوصفه البنات، درت كيلو نتاع فرينه، درت 450 غرام نتاع السمن ماشي دايب خليتها طري، درت ملعقه نتاع فانيلا، قرص ملح، 2 ملاعق كبار تاع اكل لحظه اللي هي لحظه حليب بودره. زدت درت فيها البنات هنا كما راكم تشوفوا صفر بيضه، ولمي فتلتها مليح ولميتها بالماء زهر وخليتها ترتاح هنايا حوالي ساعتين حتى 3 سوايع، انا خليتها غير ساعه لضيقه الوقت. هنا قسمتها على 3 باسكو غادي نديرو معرايش والكحكحات وتشارك. هنا نولو للوصفه تاع الحشو، درت 3 كيلات نتاع كوكو محمص ومطحون، انا عبرت بهاد الغرفيه كما تقدروا ديروا 500 غرام نتاع كوكو ولا لوز، حمصته وطحنته رقيق. ونديرو ربع كيلو نتاع السكر عادي، ملعقه تاع فانيلا، ونلموه بالماء زهر. هنا السر نتاع الحشو باش يجيكم طري هو في الحك، لازم تحكوا مليح السكر مع الكوكو، وكي تلموه بالماء زهر لازم تعجنوه حتى تحسوا داك السكر داب ويتعلق، هذا هو السر نتاع الحشو تاعكم. نعاود لكم الوصفه بالخف. هنا بالنسبه للعجينه قلت لكم كيلو تاع فرينه، 450 غرام نتاع السمن، السمن لازم يكون طري ما يكونش دايب، يكون طري كيما يكون في القوطي طري، تفتلو بيه صفار، حبة بيض، 2 ملاعق كبار تاع اكل لحظة، فانيلا، درت كذلك هنايا فانيلا قلت لكم، وفتلتهم كاملين هادو كيما راكم تشوفوا ولميتهم بالماء زهر. وقسمت العجينه على 3 باسكو تقطع لكم كميه كبيره ما شاء الله، هاد العجين هب المتربسات وهب الكامل اللي داقوهم، عجبهم بزاف، جا طري هشيش خفيف ويشد لك كميه مده طويله ويناسب المناسبات كيما الاعراس كيما العيد كيما تبغوا ديروه، ننصحكم باش ديروه. هنا البنات كما راكم تشوفوا الحشو درنا قلنا 3 كيلات، انا غبرت بهاد المشيربه كما تقدري ديري بالميزان 500 غرام، ودرت ربع كيلو نتاع السكر عادي، ملعقه تاع فانيلا، ولا عندك عطر اللوز حلو تقدري ديري، انا ما درتش باسكو نسيته. هنا فتلناهم مليح كما راكم تشوفوا ولميناهم. هنا لو بيريود اللي تكوني تخدمي فيها الحشو لازم تكوني خليتي العجينه تريح، ومن بعد نخدموا الحشو يريح ونخدموا لو كلاصاج تاعنا اللي بزاف شباب وجديد. البنات العجينه هذه على الاقل تخلوها تريح 3 سوايع 4، انا خليتها غير ساعه وعطتني نتيجه روعه. هنا ضفت الفانيلا كما راكم تشوفوا، خلطوا الكوكو مليح مع السكر ولموا بالماء زهر حتى تحصلوا على خليط يكون متجانس وطري ومعلك. البنات الصوره راهي تعبر لكم، تفرجوا ودوك تفهموا. هنا قلت لكم خياتي بالمناسبه نحييكم كاملين هنا ونعطيكم الصحه وربي يحفظكم ليا، ان شاء الله نتلاقوا غدا اليوم الثلاثاء، ندير لكم عصائر مجانيه لشهر رمضان الكريم، تخلوني في الصحه والهنا. غادي ندير لكم وصفات بزاف شابين اقتصاديين ويناسبوا رمضان ان شاء الله يكتب ربي، ويناسبوا لي بيريود تاع السخانه. لكن تشوف الحشو غادي نلمها غير بالمزهر اللي خدمت بهذا المزهر، نوعيه جيده تاع تونس، ريحتها قاطعه بزاف، شباب 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 بزاف البنات، ننصحكم باش تخدموا به. هنا كما راكم تشوفوا خياتي راني يعني نخدم فيه هذيك الحشو ونعجن فيه بيديا حتى تحصلوا القوام طري وتشكلوا به كيما تحبوا، تحبوا كريات كيما تقدروا ديروها دي بودان كيما تقدروا ديروا اي شكل، وتغطوا في ساشي اليمونتير وتخلوه يريح على الاقل ساعه ولا كذلك باش يطلق داك السكر يدوب في غرضه. وننتقلوا البنات بعد الحشو نتلاقوا نخدموا مع بعض الكلاصاج، لهذا الكلاصاج غادي نديرها لكم كذلك جديد،
ويقطع كميه كبيره. انا عبرت بالفنجان تاع القهوه كيما تقدري ديري بالكاس تاع لاتاي. انا غلطت كي درت فنجان القهوه كلالي كميه كبيره تاع السكر وطالي كميه كبيره. هنا البنات بالنسبه للكلاصاج خدمتها بهذا السكر الهوده اللي شريتها على لولو امبالاج. ننصحكم باش تشرو متربسه تعجبهم وغادي يشرو من عند لولو امبالاج. ونحيي من مناسبه اختي راحو امينه من الجزائر العاصمه اللي طاتني هذا السكر. نقول لك توب دي توب دي توب، يعطيك الصحه والله غير شباب، يعطيكم الصحه. بون بالنسبه للكلاصاج هنا عندي فنجال تاع زيت، فنجال تاع حليب، فنجال تاع ما بارد، لازم يكون بارد، هذا هو السر نتاع الكلاصاج اللي يخليه كيما الفوندون وينشف بالخف. عندنا بياض بيضه، ملعقه فانيلا، عصير نصف حبه ليمون ولازم تصفوها. عندنا ملون ابيض اون بودغ ماشي ليكيد، بودغ يعطيكم النتيجه احسن من الليكيد. درت ملعقه نتاع بود ونخلطوا مليح هذوك السوائل ونبداو نضيفوا في السكر غلاس. شوفوا السكر غلاس هذا والله ما غربلته وما يتحجر لك، ما يديرلك حبيبات، صافي دمعه، ما فيه لا مايزينا ولا منكهات، يجي سكر مطحون وصاي ابيض. هنا البنات دخلت لي في هذه الكميه اللي درتها لكم 3 قوابس تاع السكر غلاس، الوزن تاع القابصه اللي هي 700 غرام. انا قلت لكم اذا حبيتوا تشرو هذا السكر تروحوا عند لولو امبالاج تقولوا لها ام غانم بحثتني عندك، راهي يبيعها بروموسيون 9000 العلبه اللي فيها 700 غرام. 9000 علبه فيها 700 غرام، شباب بزاف وروعه روعه 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 في القمه. خدمت به كاع الحلويات ونجح لي حتى الكلاصاج، ما عندي ما نحكي لكم. هنا خلطوا مليح هذوك السوائل قلت لكم ونضيفوا السكر غلاس حتى تحصلوا على قوام يكون ثقيل. هنا من الاحسن ننصحكم باش ديروا الكلاصاج تاعكم بكيل صغير، ديروا كاس تاع لاتاي باسكو انا غلطت درت كيل هذاك تاع الفنجان، قطع لي كميه كبيره 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 بزاف، حتى بقى لنا كلاصاج بورتو الكاطو قطع لنا كميه كبيره ولكن قعد لنا. هنا النصف قطعنا درنا النصف بنكهه الفراوله، درنا غوس كلير، والنصف الثاني درنا عطر نوات كوكو اللي هو بلون يعطينا نكهه بنينه. هنا كملنا كلاصاج نخلوه يريح، نقو لو بلون تاعنا ونتلاقاو في التشكيل نتاع الحلويات اللي هو العرايش. هنا البنات هنا بعد اللي كملنا الكلاصاج بدينا نوزنوا في العجينه. العجينه تاع العرايش درنا 35 غرام باش تجينا الحبه شابه متحوفه ما تجيش صغيره، والحشو درناه حوالي 20 غرام. هنا بغادي نوريهم الحبه الاولى والثانيه ومن بعد المتربصات يعطيهم الصحه بداو يشكلوا وحدهم. بداو في الحبه الاولى كاين اللي خسرت لها، ومن بعد الثانيه والثالثه فرسوا فيها ما شاء الله وخرجوا النتيجه روعه. هنايا غادي نوزنوا العجين، كاع البنات راهم يوزنوا، غادي نخدم قدامهم العرايش حبة الاولى والثانيه ومن بعد هما يبداو يشكلوا وحدهم. ظهروني ما شاء الله يعطيهم الصحه في هذا التشكيل اللي داروه ما شاء الله. هنا غادي نخدم قلت لكم غادي نخدمهم الحبه الاولى ونزيدهم الثانيه ومن بعد يخدموا وحدهم. كيما راكم تشوفوا البنات هنا راكم تفرجوا وشوفوا. بالنسبه للاخوات اللي قالوا لي راكي ما مديتيناش في الفيديو الاول الوصفات، قلت لكم حبيباتي هذوك الوصفات غادي نديرهم لكم للعيد ان شاء الله، عليها ما حطيت لكمش الوصفات، غادي ندير لكم فيديو خاص بالتفصيل المهم نوريكم كل شيء، باسكو انا هنا في الورشه نوريكم غير لقطات باش ما يجينيش الفيديو طويل ويشد لي الوقت ويشد لي المونتاج. هنايا وريتكم غير كيفاش ما عطيتكمش الوصفه باش نوريكم كلش بالتفصيل، عليها ما حطيتها لكمش، ما تبدلتش عليكم كيما واحده قالت لي تبدلتي علينا المره اللي فاتت تينا وصفات. هذه المره لا، نقول لك حبيبتي راكي غلطه، انا جامي نتبدل عليكم وكل يوم نكون عند الوعد تاعي عادي جدا. اللي تحضر في الورشه مرحبا بها، واللي ما حضرتش الرزق ربي سبحانه. وكالعاده ام غانم تعطيكم الوصفات والاسرار انت على الحلوى انتها. عاونوني غير بدعوه الخير للزوج تاعي والاولاد تاعي وليا انا بزاف عليا، هذاك هو خلاص يا خياتي. على بالي كاين اللي ما تقدرش تجي، على بالي كاين اللي بعيده، على بالي بزاف صوالح، عادي جدا. نقول لكم مرحبا بكم في القناه ومرحبا بكم في الورشه اللي تساعدكم ديروها. هنا بدينا نشكلوا في الحبه الاولى ونزيد نوريهم الحبه الثانيه، ومن بعد خواتاتي يبداو يشكلوا في الحبات الاخرين اللي خدموهم ما شاء الله يعطيهم الصحه ربي يبارك لهم في هذوك اليدين. انا قلت لكم نوعدكم باللي اللي نصوره في الورشه نحطها لخواتاتي وما خلي خلي في خاطركم حتى حاجه، كلش نوريه لكم. هنا رانا شكله في الحبه الثانيه تاع العرايش، العجينه روعه روعه والله غير تساعدكم، ما تغبنكم ما تهود ما والو، وجات تدو في الفم في الفم فريمون فريمون جيت شابة عجبتني والله روعة. ننصحكم باش تجربوها وتقطع لكم كمية كبيرة ما شاء الله.
هنا كيما راكم تشوفوا بدينا نشكلوا بالحبة تاع العرايش الثانية، ومن بعد خواتاتي هما اللي شكلوا حبيبات الاخرين. هنا اختي ام هناء فانك جات، راها ضيفة شرف جات عندي باش تحضر معايا برك، بس كي يعني تخدم الطلبيات ننصحكم باش تخدموا عندها، تخدم ما شاء الله بأسعار معقولة وبخدمة متقونة وبنا ما شاء الله نقاوة يعطيها الصحة. هي حبيبتي وصديقتي، عرضتها باش تكون ضيفة شرف باش تشوف وتحضر مع المتربسة تاوعي، وما شاء الله عاونتهم هي تاني ورتهم كيفاش يديروا الحبة يشكلوها ويعطيها الصحة ما شاء الله. بزاف ناس اللي كانوا يحسبوا ام هناء جات عندي تتعلم، ولكن لا، جات عندي ضيفه شرف باسكو هي معروفه بالطلبيات، خدمت طلبيات وكاع، يعطيها الصحه والله غير ما شاء الله عاونتني بزاف وعاونت المتربسات. هنا كيما راكم تشوفوا درت لكم تصوير خفيف للمتربسات تاعي، راهم يخدموا هنايا كل وحده وراهي قاضبه حابه تشكل فيها، وقعدنا هنا غير نضحكوا ونلعبوا، كاين اللي خسرت الحبه تاعها بدينا نضحكوا وبدينا نزعقوا، والله غير واحد الوقت فوتناه ما شاء الله غير الضحك واللعب. ما ننسوش هذوك الوقيتات اللي فوتناهم، ما حسيناش كاع بالوقت كيفاش فات. هنا خياتي راهم يخدموا في الحبات تاعهم، ومن بعد هنا كي يكملوا الكحيكحات وكملوا تشارك، واحده قاعده تخدم في لي فلور، واحده في لي فوي. هنا حبيبتي حنونتي تاع بوخنافيس، هنا ام هناء راهي تخدم في لي فلور راها توري فيهم، وهنايا هذه المتربسه اللي جات عندي من بوخنافيس نحييها، بهرتني في الورود تاعها ما شاء الله تخدم فيهم. وشوفوا البنات هنا ام هناء راهي تخدم لهم في الورد، هتورين كيفاش يشكلوا. وهذه حبيبتي كيما قلت لكم تاع بوخنافيس راهي تشكل في الورده، نقول ام تاعها يعطيها الصحه بنتك، شوفوا كيفاش راهي تخدم ما شاء الله، ورده متحوفه كيما هي. وهنايا ام رايان راها تخدم في السبوله نتاع تشارك، هنا كل وحده واش دارت. وهنايا حبيبتي الغاليات راهم يخدموا في الكلاصاج تاع العرايش، كل وحده واش راهي تقضب، واحده راهي تخدم في ديكوراسيون، واحده راهي تخدم في البرود، وحده راهي تخدم في الكلاصاج، كل وحده واش قضبت، حتى اللي كملنا كل شيء ونقينا مع بعض. روعه روعه. هنايا داروا السبوله كيما راكم تشوفوا نتاع التشارك، هذه هي البنات. والورود بداو يخدموا فيهم تخوادين تاع العرايش. وهنا دنا وقت للاستراحه، دنا قهوه الاستراحه، الله الله قهوه مشحره بحبه الهيل اللي كنا دايرين، نضحكوا لومبيونس مع بعض فيها ما شاء الله. وهنايا خياتي كيما راك تشوفوا هذا هو بريزونطاسيون نتاع الكاطو اللي درناهم مع المتربسات، درنا العرايش بالورده ودنا التشارك بالسبوله، ودنا الكحيكات. هنا كل وحده وش ذوقات، كاين اللي دارت هذا المول، كاين دارت لي فلور، كاين اللي دارت غير العقاش، كل وحده واش خدمت، كل وحده واش دارت. هذه والله غير خدمه المتربسات هما اللي خدموا. هنا يعطيكم الصحه خياتي، كنت خفيفه ظريفه عليكم، تلقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله ونوريكم كامل التفاصيل. تهلاو في رواحكم حبوباتي، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.